الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف ما تسمى النسب المثلثية، trigonometric ratios. هذه النسب مهمة جدا لطلبة الاقتصاد، خاصة الذين يدرسون ما يسمى ب السلاسل الزمنية والبزنس سايكل أو الدورة التجارية. وعلى بركة الله نبدأ الآن. من أجل أن نفهم معنى النسب المثلثية، من الضروري أن نبدأ بالمثلث قائم الزاوية، ثم تحديد المصطلحات. هناك كثير مصطلحات مهمة جدا، إذا نبدأ بالمثلث قائم الزاوية ونحدد المصطلحات. هذا هو المثلث قائم الزاوية، هذه الزاوية القائمة هنا 90 درجة، وهنا الزاوية ثيتا خلينا نسميها احنا. من هنا ننطلق الان، هذا مثلث قائم الزاويه، وهذه الزاويه التي الان نعتبرها النقطه المرجعيه بالنسبه لنا. فهناك مصطلحات مهمه جدا جدا لابد من تذكرها من احبه الطلبه والمتابعين. هنا هذا الضلع نسميه احنا الضلع المجاور، adjacent. هنا الضلع المجاور، هذه جهه من المثلث اللي هو المجاور لهذه الزاوية. طبعا بالنسبة لنا الزاوية المرجعية، صحيح أن المثلث قائم الزاوية، لكن الزاوية المرجعية الزاوية هذه ثيتا. فالضلع المجاور لهذه الزاوية ثيتا هو نسميه احنا الضلع المجاور adjacent. هنا عندي الضلع هذا المقابل اللي هو مقابل لها، هذا ضلع مجاور لها، هذا مقابل لها نسميه احنا المقابل opposite. اوكي، واخيرا هذا الضلع اللي هو الوتر hypotenuse، فنسميه احنا الوتر. لذلك هذه المصطلحات مهمه جدا، هذا الضلع المجاور اللي هو مجاور لا الزاويه ثيتا، وهذا الضلع المقابل لها الاوبوزيت وهنا hypotenuse اللي هو الوتر، وتر المثلث قائم الزاويه. ومن هنا ننطلق، فنبدأ بالتعريفات المهمة جدا الآن بعد قليل. هنا لأن المثلث قائم الزاوية، فإن هناك تسميات ومصطلحات هامة لابد من تذكرها، ومعرفة علاقات بعضها ببعض، ومعرفة نسبة أطوال أضلاع المثلث حسب نظرية فيثاغورس. هنا هذا المثلث ثاني مرة، أعيد، مثلث قائم الزاوية 90 درجة، هنا الزاوية ثيتا، هذا هو الضلع المجاور، هذا هو الضلع المقابل، وهنا الوتر بوتنس. اوكي، ونبدا بتعريف ما يسمى جيب الزاويه. جيب هذه الزاويه اللي هو مسميه الساين، هذا جيب الزاويه ثيتا، جيب هذا الساين اوف ذا انجل ثيتا، هو عباره عن نسبه الضلع الوتر، هذا الوتر عفوا المقابل، هذا المقابل على الوتر. يعني معنى اخر، هذا الان لاحظوا لي كيف الخط الاخضر هذا مقسم على الوتر هذا، اوكي، فبيطلع عندي جيب الزاوية هذه. ثم الآن جيب التمام اللي هو كوساين، هذا ساين، هذا كوساين، جيب تمام الزاوية هذه ثيتا، هو عبارة عن المجاور، هذا المجاور لاحظوا لي هنا الأزرق الفاتح مقسم على الوتر اللي هو هذا الأخضر الفاتح. وأخيرا هنا كنسب مثلثية مهمة جدا في هذا طبعا الشريحة هذه، ظل الزاوية، ظل الزاوية ثيتا هذه تساوي المقابل، المقابل على المجاور. لحظة، هذا الآن هنا الأحمر قسم على الأزرق الغامق أو الأسود تقريبا. هذه النسب. لا ننتقل إلى النسب الثلاث الأخرى، بهن القاطع وقاطع التمام وظل التمام. فإذا أرجو أن أعيد بعد إذنكم بسرعة. هنا إذا هذا التعريف الأول هو الجيب، جيب الزاوية هذه جيبها هو المقابل على الوتر، إذا هذا المقابل على الوتر. ثم جيب التمام، جيب تمام الزاوية ثيتا هو المجاور على الوتر، إذا هذا المجاور مقسم على الوتر أطوال أطوال طبعا. وقبل الأخير هنا الأخيرا، ظل الزاوية هذه ثيتا هو المقابل، المقابل على المجاور، هذا الضلع مقسم على هذا الضلع في طبعا المثلث قائم الزاوية. نتابع مثال لنفترض وجود مثلث ألف باء جيم بالأبعاد الآتي. هذا المثلث ألف باء جيم بالأبعاد 10، طبعا زاوية قائمة وزاوية ثيتا، الآن أبعاد 10، الوتر 10 والقاعدة 6 والضلع العمودي هو 8.
فالآن من قاعدة من نظرية فيثاغورس أو قاعدة فيثاغورس أنه يجب أن نكون الآن مربع الوتر يساوي مجموع مربعي القاعدة والارتفاع. فعند الآن 100 اللي هو 10 تربيع اللي هو مربع الوتر يساوي 6 تربيع زائد 8 تربيع، هذه مربع القاعدة زائد مربع العمود هنا يساوي 100. إذن لاحظوا لي 64 زائد 36 يساوي فعلا 100، هذا اللي هو حسب نظرية فيثاغورس. الآن ما يعني بأن الجيب اللي هو الصاين، صاين وجيب الزاوية هذه الصاين of this angle كما يأتي، هو الآن جيب الثيتا يساوي 8 على 10. لاحظوا الثمانية هو العمود المقابل لها مقسم على الوتر، أوكي، هذا على هذا. ثم الآن جيب تمام اللي هو كوساين الزاوية، جيب تمام الزاوية ثيتا هو 6 على 10، لاحظوا القاعدة اللي هو المجاور على الوتر، وبالتالي هذا على هذا، أوكي، لاحظوا لي. وهنا أخيرا ظل الزاوية تانجنت، ظل الزاوية هو عبارة عن ظل هذه الزاوية يساوي 8 اللي هو المقابل على المجاور، لاحظوا لي هذا على هذا، 8 على 6 يساوي 1/3. إذن هذه النسب المثلثية الثلاثة، وآخر ثلاث نسب مشتقة من هذه النسب اللي هي القاطع وقاطع التمام وظل التمام، نتابع لها بإذن الله تعالى. لكن كي نرسخ الفكرة دعني أعيد هنا الآن، هنا اللي هو ظل الزاوية، عفوا جيب تمام، جيب الزاوية، جيب الزاوية ساين أوف ثيتا، جيبها ثيتا هاي يساوي 8 على 10، هذا على هذا. والآن جيب تمام اللي هو الكوساين الزاوية ثيتا هو 6 على 10 المجاور على الوتر، أي أن هذا مقسم على هذا. وهنا الظل، ظل زاوية تانجنت الزاوية ثيتا هو 8 على 10 اللي هو المقابل مقسم على المجاور، ويساوي 8 على 10 يساوي 1/3، أي أنه 8 هنا مقسم على 6، هذه طول هذا العمود على القاعدة هنا، قاعدة المثلث قائم الزاوية. نتابع على بركة الله. المثلث نفسه هنا 10 و 6 و 8 والزاوية قائمة، طبعا يعرف قاطع الوسيكن قاطع الزاوية هذه كما يأتي، قاطع الزاوية ثيتا يساوي 1 على جيب التمام، إذن 1 على 6 بالعشرة يساوي 1.67، إذن هذا السيكنت أو قاطع الزاوية ثيتا. نتابع، يعرف قاطع التمام كوسيكنت اللي هو الزاوية، طبعا قاطع تمام الزاوية ثيتا كوسيكنت أوف ثيتا 1 على الجيب، قاطع التمام لزاوية ثيتا 1 على الجيب يساوي 1 على 8 بالعشرة ويساوي 1.25. ويعرف ظل التمام كوتانجن زاوية ثيتا طبعا لا يساوي 1 على الظل ويساوي 1 على اللي قبل شوي 3/4 ويساوي 3/4. إذن هذا هو تعريف ظل التمام. إذن هنا قاطع وقاطع التمام وظل التمام. أخيرا المثال البسيط اللي هو لنفترض أنه عند المثلث الآتي، أضلاعه هنا طبعا ثيتا ألف با جيم، لكن ألف مجهولة، با تساوي 10 وجيم تساوي 24، وبالتالي نستطيع أن نستغل قاعدة فيثاغورس بأن ألف تربيع يساوي با تربيع زائد جيم تربيع. الآن ألف تربيع يساوي با تربيع زائد جيم تربيع، يعني معنا مربع الضلع اللي هو الوتر ألف يساوي مربع القاعدة ومربع العمود اللي هو جيم 24. إذن هنا لأن أطوال خلينا نقول طول القاعدة معروف لدينا 10 وطول العمود يساوي 24، كم طول الآن الوتر؟ ما يعني الآن نستطيع أن نستغل خاصية ألف تربيع يساوي باء تربيع زائد جيم تربيع. إذن الآن ألف تربيع يساوي 10 تربيع اللي هي باء تربيع زائد 24 تربيع اللي هي جيم تربيع يساوي 100 زائد 576 مربع هذه زائد مربع هذه. إذن الآن بكل بساطة ألف يساوي جذر التربيع إلى 676 مجموع هذه ويساوي 26، إذن ألف يساوي 26.
أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة أحبتي الطلبة حيثما كنتم، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله الرحمن تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.